بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله ونستأنف هذا الدرس في جامع الراجحي في مكة المكرمة ليلة الخميس 18 لشهر ربيع الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل الشيخ. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فبين الذي أفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قبلها. قال إن الله جل وعلا لما قال في الآية السابقة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكر مثالا أو صورا لمن أخرجهم الله من الظلمات إلى النور، وأخرى لمن أخرجتهم الشياطين من النور إلى الظلمات. فالمثال الأول قال الله عز وجل ألم ترى، وألم ترى هذا استفهام، والاستفهام هنا في مثل هذا الأسلوب والتركيب يراد به التعجيب، يراد به التعجيب، يعني يقول هذه صورة عجيبة فانظر وتنبه إليها. ألم تر إلى الذي، وهنا عبر بالاسم الموصول
ونحن قلنا قاعدة قبل وأنا أسألكم عنها، إذا عبر بالاسم الموصول فما هي القاعدة في ذلك؟ سم بجملة الصلة. نعم، إذا عبر، أحسنت، إذا عبر بالاسم الموصول فإنه ينظر إلى جملة الصلة. فهنا ما هي جملة الصلة في هذا التركيب؟ قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فمحل التأجيل هو من هذا: رجل آتاه الله المحاج إبراهيم أن آتاه الله الملك، يعني لأن آتاه الله الملك، يعني لأن الله آتاه الملك فإنه بطر وأشر وتجبر، وحاج إبراهيم يعني خاصمه وغالطه. فيقول الله عز وجل: انظر إلى هذا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. والضمير في ربه اختلفوا فيه، هل هو يعود إلى إبراهيم أو يعود إلى هذا الكافر، يعني رب إبراهيم ولا رب الكافر، أيهما؟ إبراهيم لأنه أقرب مذكور. أحسنت، الصحيح أنه إبراهيم لأنه هو أقرب مذكور، وأيضا في الآية دلالة أخرى عليه. ما هي هذه الدلالة في أخرى؟ سم لا لا، وربه يعني يعود على هذا الكافر يعود على إبراهيم. أول شيء هو أقرب مذكور، صحيح. اثنين، على التالي اللي هو مش مقارب بربنا سبحانه وتعالى، فمش يقول ربه. هذا أيضا دليل أنه هو أصلا يجادل في الله عز وجل وهو ينكر ويقول ويدعي أنه له مع الله. طيب، لكن في دليل أوضح من هذا، أن القضية هي المحجة في فعل الله سبحانه وتعالى، لأن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت بعد ذلك. فقول إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هو جواب عن سؤاله ومحاجته، هو يحاج في ربه: من ربك؟ ما هو ربك؟ صف لنا ربك. قال: فكأن هذا، قالوا، قال العلماء: فكأن هذا الذي ذكره إبراهيم هو جواب لسؤال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. لأن آتاه الله الملك تكبر وتجبر وطغى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ماذا كان قول إبراهيم؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم عليه السلام هنا: ربي الذي يحيي ويميت، يعني يخلق من العدم وهو الذي يميت الخلق، وهو برهان واضح بين ابتدأ به إبراهيم لوضوحه وكماله وتمامه، ابتدأ به إبراهيم. لكن الغريب أن جواب هذا الكافر قال: أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام في قوله قال: ربي الذي يحيي ويميت، ما قال ربي يحيي ويميت، قال ربي الذي. والكافر ما قال أنا الذي أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. فما الفرق بين التركيبين؟ إبراهيم قال ربي الذي، ما قال ربي يحيي ويميت، الذي. والكافر ما قال أنا الذي، قال أنا أحيي وأميت. سمع ربي الذي يحيي ويميت. نعم، قالوا، وهذا جوابك شيخ عبد العزيز، قال ربي الذي يحيي ويميت، يعني أراد الحصر إبراهيم، يعني ربي وحده لا شريك له هو الذي يحيي ويميت. فجوابه كان مناسب لهذا، أنه قال هو أنا أحيي، أنا أيضا أشاركه في هذا، يقول الكافر. وما قال أنا الذي، لأنه معلوم
أنه ليس كذلك. أيوة، فهو أراد أن يغالط. طيب كيف يحيي ويميت هذا الكافر؟ قالوا يحيي ويميت بزعمه هو أنه يأتي برجل فيقتله ويترك الآخر، فقتله لهذا إماتة وتركه للآخر إحياء، وهي مغالطة واضحة. لكن إبراهيم عليه السلام هل قال له إنك إن هذا ليس بإحياء ولا إماتة؟ لا، إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وماذا حصل؟ فبهت الذي كفر. ومعنى بهت أي تحير وانقطع ودهش. والسؤال هنا، هل إبراهيم عليه السلام انتقل من دليل إلى دليل آخر؟ يعني انتقل من حجة إلى حجة أخرى، بمعنى أنه ترك الحجة الأولى وهو قوله ربي الذي يحيي ويميت وانتقل إلى حجة أخرى؟ هل تقولون نعم أو تقولون لا؟ إن قلتم نعم بيصير عليكم إشكال، وإن قلتم لا فسيكون هناك إشكال. ممكن نقول لا، فأنا أقول لها في وصف الربوبية للمولى سبحانه. يعني ما انتقل من دليل لدليل. وداخل هذه المكان. طيب، نحن في هذه الآية نأخذ درسا مهما جدا في المحاجة. والمحاجة بالحق هي من فضل الله عز وجل. قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وهنا لابد أن نعلم أن من ضروب العلم وتبليغ العلم هي المحاجة بالحق، وأن الله عز وجل إذا فتح على عبد من عباده بالمحاجة أهل الباطل والرد عليهم فهذا من فضل الله عز وجل، وهو مما يرفع به العبد درجات عند الله في العلم، كما قال الله عن إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. والذي يلاحظ في القرآن أن الله عز وجل ذكر إبراهيم وذكر من شأنه المحاجة، منها هذه الآية ومنها آية الأنعام، آيات الأنعام التي حاج فيها قومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، الآيات. وبهذا نعلم أن إبراهيم عليه السلام من الدروس التي تؤخذ في قصته المحاجة. وسيتبين لنا في هذه الآيات شيئا عجيبا من أمر المحاجة الذي ذكره الله عن إبراهيم عليه السلام، وهو أمر لا يمكن أن تتنبه له ما لم تدرس كلام العلماء وتنظر إلى الدلالات القرآنية فيها. وبهذا يتبين لنا أيضا فصل الخطاب في اختلاف العلماء في سورة الأنعام، هل كان أمر إبراهيم عليه السلام في تلك السورة مع قومه من باب النظر أو المناظرة؟ هل كان إبراهيم محاج قومه ويتكلم معهم فيما تكلم به لما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر الآيات؟ هل كان إبراهيم يقول هذا، يقوله عليه السلام من باب النظر والتفكر، وأنه كان لا يعلم ذلك، أو أنه فعل ذلك من باب المناظرة الذي يظهر أنه وهو الصواب أنه من باب المناظرة يدل على أن إبراهيم هذا شأنه في القرآن، يقص الله عز وجل من شأنه المهم المناظرة والمحاجة، ومنها تلك السورة، وهو في آخر القصة قال وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه. وهنا ستجد العجب العجاب في محاجة إبراهيم عليه السلام. نعم، وهذا
الذي ذكرناه من سياق القرآن في قصة إبراهيم أيضاً يستصحب في غيره من الأنبياء أو غيره من القصص أو غيره سياق القرآن فيه دلالة. من ذلك مثلاً ما ذكروا عن داود عليه السلام في قصته في سورة الصافات في سورة الصاد، فإن إبراهيم عليه السلام فإن داود عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه قصة الخصوم الخصمان قصة الخصمين الذي تسور المحراب، وقال بعض المفسرين فيها إن داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة وكان رأى امرأة أعجبته وهي متزوجة فراغب أن يتزوجها ولم يكن له حيلة إلا أن يتخلص من زوجها بالغزو بالقتال حتى يموت يقتل في سبيل الله فيتزوجها. هذا من الإسرائيليات الباطلة، وهذا لا يليق بأوساط الناس فضلا عن النبلاء فضلا عن الأنبياء، وإنما الصواب أن هذا أنه عليه السلام إنما عوتب في هذه القصة بما قصه ظاهر القرآن، وهو أنه سمع خصما ولم يسمع الآخر. ثم يدل عليه من سياق القصة أيضا أنه قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فالقضية في الخصومة والحكومة. يدل عليه من سياق القرآن أن داود اشتهر في القرآن أن الله ذكره بالخصومة والحكومة بين الناس، قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وقال الله عز وجل هنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرها في المرأتين التي أخذ الذئب وأكل ابن أحدهما وكان أمره في الخصومة وفي الحكومة. فإذا يستأنس بهذا ويعرف ويستدل به على أن الشأن شأن الخصومة، وهنا الشأن في قصة إبراهيم هو شأن المحجة، والله ذكر. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذه الدلالات العظيمة في قصة إبراهيم في المحجة. طيب، إبراهيم عليه السلام هنا قال الله عنا ألم وأرجو للإخوة أنهم يتنبهون لهذه الدلالات. قال الله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي، هنا قال ربي وسجلوا هذه، قال ربي، قال ربي بالربوبية، ربي الذي يحيي ويميت، وقال الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله، ما قال فإن ربي، قال الله، وعطف بالفاء، عطف بالفاء، قال فإن الله، قالوا وكان أحق المناظرة أن يقول قال إن الله، لما قال فإن الله، على أي شيء عطف سجلوها. ثم قال فإن الله. ثم الأمر الرابع، لما اختار الشمس؟ ما السر في أنه اختار الشمس هنا؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. والجواب على ذلك أن إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، يعني هو المختص خاص به الإحياء والإماتة، فغالط ذاك وقال أنا أحيي وأميت مغالطة ظاهرة مكشوفة. لكن إبراهيم لم يترك هذا الدليل، دليله الأول لم يعرض عنه، قالوا لأن المحاج والمخاصم إذا ترك دليله وذهب إلى دليل آخر فمعناه ضعف فيه وإملاء للخصم بأن يتسور عليه وأن يغالط. إذا غالط هذا بالإحياء والإماتة ألا يمكن له أن يغالط ويقول أنت تركت دليلك الأول، أنت ليس عندك حجة؟ لا، إبراهيم ما ترك الدليل الأول، والدليل أنه قال فإن العطف شدل عليه، قالوا العطف يدل على أن في شيء محذوف عطفت عليه الفاء، ما هو هذا الشيء المحذوف؟ قالوا المحذوف أنه قال فإن غالطت وموهت، يعني
رد عليه ما تركه، قال أنت تموه وتغالط وكلامك ليس بصحيح، لكن إن غلطت وموهت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فقرر بهذا القول هذا الدليل الثاني وقرر الدليل الأول وأبطل حجته، ولذلك وصف الله هذا بأعظم الوصف فبهت الذي كفر، فبهت يعني انقطع وتحير. وهذا أمر كبير في أمر المناظرة أن يتحير الخصم ولا يجد له فرصة أن يتكلم ولا بشيء، فبهت الذي كفر. لكن لاحظ أنه قال فإن الله، قال الله، وهذه الثالثة، ولم يقل فإن ربي. أما في الأولى قال ربي الذي يحيي ويميت، لأنه يناظره ويدعوه بالربوبية إلى توحيد الألوهية، وهذا هو الأصل أن يدعوه بالربوبية إلى الألوهية، وهو يسأله عن ربه، فقال ربي الذي يحيي ويميت، فهو المستحق للعبادة. فلما غلط دع الجمه وقرر له استحقاق الله للألوهية، فقال فإن الله، فإن غلطت فإن الله، فدعاه إلى أن الله هو المألوه وحده لا شريك له. وترقى إبراهيم هنا إلى أن يدعوه إلى توحيد الله وحده لا شريك له، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. ولما ذكر الشمس؟ قالوا لأن هؤلاء القوم كانوا يعبدون أجراما سماوية وأصناما أرضية، ومن أعظم معبوداتهم السماوية الشمس. وهناك في سورة الأنعام ترقى إبراهيم كوكب، القمر، الشمس، وبعد الشمس ماذا قال إبراهيم؟ إني بريء مما تشركون، لما ذكر في سورة المناظرة المحاجة في سورة الأنعام. وهنا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فحقر دينهم الباطل، وأن هذا المعبود الذي تعبدونه من دون الله هو متصرف فيه، ليس له تصرف، فإن الله هو المألوه حقيقة والمعبود والمستحق للعبادة وحده لا شريك له، هو الذي يأتي بمألوهكم الكبير عندكم الشمس من المشرق إلى المغرب، فأتي بها أنت من المغرب إلى المشرق، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا درس في المحاجة والمناظرة، وهو أنه لا ينتقل من دليل إلى دليل. أولاً ينبغي أن يكون على استدلال بأدلة قوية أو بأقوى الأدلة، فإذا غالط فيها فإنه لا يصح للمناظر أن ينتقل عنها ويتركها، وإنما يؤيدها بما يدل عليها ويقررها كما فعل إبراهيم عليه السلام. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا التذييل له مناسبة لهذه المخاصمة وهذه المحاجة، وهو أن الذي يجادل بالباطل أنه ينعم على الحق ولا يتبين له، يؤخذ منها أن من جادل بالباطل فإنه لا يهدى إليه، وتضيع عليه علامات وبرهان الحق، وعكسه من كان مؤمنا تقيا فإن الله يهديه. قال الله عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، صدها عن معرفة الحق، كفرها. وقال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وغيرها من الآيات التي تبين أن الله يهدي أهل الإيمان وأن الله يضل أهل الباطل المجادلين فيه بغير حق. ثم قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو هذا عطف، والعطف هنا على أي شيء؟ قالوا العطف هنا أنه قال ألم ترى إلى الذي حاج
وايضا قال يعني كانه قال الم ترى وكانه قال او ارايت الذي مثل الذي يعني كانه قال او ارايت مثل الذي مر على قريه فلك وهو تعجيب كالسائق فكانه يقول اعجب من ذاك ولك ان تعجب من هذا ثم قال فقال او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها القريه هو اسم لما يجمع الناس يجتمع فيه الناس وسميت كذلك من الاجتماع يقول قريت الماء في الحوض اذا جمعته فيه اذا جمعت الماء في الحوض فسميت القريه كذلك لانها تجمع الناس فهذه القريه كانت عامره ومر عليها هذا الرجل او كالذي من هو هذا الرجل قالوا عزير وقالوا غيره والله اعلم بل قال بعضهم هو كافر وقال بعضهم هو مؤمن بل قال بعضهم هو عزير النبي كذا قال لكن الله عز وجل ابهم علينا هذا الرجل ولم نعلم من هو لان العبره ليست في من هو هذا الرجل انما العبره في قصته طيب هذا الرجل هل هو مؤمن او كافر هذا الرجل هل هو مؤمن او كافر صح وش يدل عليه ذا قوله اعلم ان الله على كل شيء قدير وش يدل عليه انه امن لبسه قبل يوم يمر مؤمن ولا مؤمن يوم يمر على القريه ويقول ان يحيي هذه الله بعد موتها هو مؤمن ولا مؤمن لا بس خلنا شك مؤمن ولا ما هو مؤمن اجزم لك على واحد ها مؤمن احياء هذه طيب نشوف نرى ان شاء الله بعد التامل بس استصحبوا هذا معكم وبعد القصه نشوف هو مؤمن او كافر بس خلنا ناخذ الان العبره من القصه ثم نجيب على هذا السؤال قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ومعنى خاوية على عروشها خاوية يعني خالية لكنه هنا ما قد خاوية فقط قال خاوية على عروشها ومعنى خاوية على عروش أنها خالية ليس فيها سكن ثم هي على عروشها العرش هو سقف البيت وكل ما علا يسمى عرشا كالعرش المعروف الذي يجلس عليه وما كانوا يعرشون يعني وما كانوا يصنعون ويبنونه فكل سقف وبناء يسمى عرشا فهنا هي خاوية على عروشها يعني أن سقوفها قد سقطت ثم جدرانها ثم إن جدرانها سقطت على عروشها على سقوفها يعني أنها بلغت من الدمار والخراب الشيء الكبير شوف فهو ذهل لما مر على هذه القرية التي كانت عامرة فوجدها لا ساكن فيها بل وقد تهدم بنيانها إلى الدرجة الكبرى فسقوفها سقطت وجدرانها سقط على سقوفها يعني ليس فيها آثر للحياة فهو هنا استبعد وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها ما معنى أنى كيف نقول ما هو صحيح يا أخي قلناها كثير هذه صح وما معنى أنى إذا امتحان ترى ذلك شيخ محمد الآن هذا امتحان لك أن قلتها أنت يا شيخ من أي جهة قلناها مرارا هذه يا شيخ ها لا بس معنى أن في اللغة ليس بمعنى كيف أن ليست بمعنى كيف أن معناها من أي جهة وهذا منه استغراب هو لم يسأل عن الكيفية كيف يحيي هذه اللغة بعد ما قال أن يعني كيف يعني من أي جهة تكون الحياة لهذه الأرض التي خربت هذا الخراب الكبير
أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال الله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فأماته الله هنا بالفاء الذي يظهر أن الله أماته بعد هذه المقولة بدون مهلة. وهذا الرجل قد مر على هذه القرية وهو يركب فرسا، صح؟ يركب حمارا. الدليل ما ذكره الله، ولم يكن وقد أصابه الجوع ولم يكن معه طعام، صح؟ معه طعام ومعه شراب. فالذي يظهر أن الله أماته على هذه الحال لما قال هذه المقولة مات، فأماته الله 100 عام. طيب، هو مات وحماره مات، طيب وش طعامه وشرابه؟ فسد. أجل، طيب انظر، والله هذه القصة فيها شيء عجيب. قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام. طيب ليه 100 عام؟ مسافة طويلة، أكثر من عمر الإنسان. أيوه، 100 عام يعني زمن طويل، زمن طويل. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. بعثه يعني أحياه بعدما أماته. فسئل: كم لبثت؟ يعني كم المدة؟ قال: يعني لبثت وين؟ في هذه القرية التي وقف فيها، يعني يظن أنه نائم. كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فسأله الله عز وجل وأجاب هذا الجواب: لبثت يوما أو بعض يوم. ماذا كان الرد عليه؟ قال: بل لبثت 100 عام. بل لبثت 100 عام وأخبر بهذا. فانظر، فانظر أيضا هنا فيها عطف، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. ما معنى لم يتسنى؟ لم يتغير. نأخذ من إيش؟ والله هم أطالوا فيها وقالوا لم يتسنى مأخوذة، طبعا فيها قراءتان: لم يتسنى بالهاء وصلا ووقفا، وقرأ حمزة والكسائي يتسنى في حال الوقف، وعما في حال الوصل فإنه يقرأ لم يتسنى. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر، فحدث الهاء فيتسنى. قال بعضهم إنها مأخوذة من السنة، يعني لم يتسنى يعني مرت عليها السنون الطويلة ولم تتغير. وقال بعضهم إنها مأخوذة من تسننا، وقال بعضهم من تسنى، كما قال حماء مسنون يعني لم يتغير. وبالمحصلة فعلى كل الأقوال فالمعنى أنه لم يتغير هذا الطعام والشراب. ولكن السؤال: هل الهاء أصلية أو الهاء ليست أصلية؟ فمن قرأ بها وصلا ووقفا فهي أصلية، ويحتمل أن تكون هاء السكت مثل كتابية حسابية: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فبهداهم مقتده. ألها هنا هاء السكت، فهي تحتمل وتحتمل. لكن قراءة من قارأ بحذف الهاء في حال الوصل وهما من قراء السبع حمزة والكسائي، فما فتدل قراءتهما على أي شيء؟ على أن الهاء السكت غير احتمال. ها؟ الهاء السكت أنها ليست من أصل الكلمة، لكن قراءة وصلها ووقفها تحتمل وتحتمل، صح؟ لكن هل يمنع السؤال أن تكون لم يتسنى من قرأها وصلا ووقفا باعتبار أن الهاء أصلية، ومن قرأها وقفا
لا وصل أن تكون الهاء السكت يمنع؟ سؤال، عرفتم السؤال هذا؟ من قرأها وصلا ووقفا نقول الهاء أصلية، ومن قرأها في حال الوقف دون الوصل فالهاء عنده ليست أصلية يمنع، تكون لها مادتان، لها مادتان ما يمنع. يعني على كل حال المحصلة واحد لم يتغير، فلا نطيل فيها. سمع لهجات العرب، قراءات العشرة لهجات العرب. أي صحيح، لكن احنا ننظر عن التصريف فقط، هل هي من هذا ولا من هذا؟ أما المعنى فهو لا ليس في فرق بينهما. قال هنا: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك، إلى حمارك. طيب هنا وانظر إلى حمارك، يعني انظر إليه حي ولا انظر إليه ميت؟ يعني عظام، وش دليلكم انه عظام؟ في اخر الايه وش قال؟ وانظر الى عظامي كيف ننشزها. ما هي العظام؟ هي هذا عظام ايش؟ هي عظام هذا. طيب هنا في هذا الاسلوب نسجل ما يلي، انه قال فانظر، فانظر الى طعامك وشرابك، وانظر إلى حمارك، وانظر. لماذا كله وانظر وانظر وانظر؟ ما يكفي واحدة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك وإلى حمارك وإلى طعامك لم يتسنف. لماذا كل واحد منهم قال أين وانظر؟ ثانيا طيب أنتم تقولون وانظر إلى حمارك، يعني انظر إلى عظام الحمار كذا. طيب وانظر إلى العظام كيف ننشزها، إلى الحمار كيف يحييه الله عز وجل كذا. طيب لما لم يقل انظر إلى العظام كيف ننجزهم؟ لماذا ينبهه إلى أن ينظر إلى الحمار؟ سم مات، فهذا محل العبرة. صحيح. فهنا قال الله عز وجل أول الجواب على أنه عاد وانظر وانظر وانظر، ما الجواب عليه؟ أن كل واحدة منها محل عبرة، أن كل واحدة منها محل عبرة. هذا الجواب على أنه أعاد وانظر في الثلاث. ثانيا قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، الله عز وجل أحياه هو أولا، عشان نفهم الآية. الله عز وجل سأله قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. هذا كله ليقرر له الله عز وجل الإحياء والإماتة، أن يحيي هذه له بعد موتها. فقال بل لبثت 100 عام. طيب هو لما قال له بل لبثت 100 عام وهو يظن أنه لبث يوما أو بعض يوم، أراه الله شيئين متناقضين متضادين هو يعلمهما، هو ما هما؟ الأول طعامه، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. فهو إذا نظر إلى طعامه وشرابه لم يتغير، هذا يؤيد أنه ما عنده، ما لبث إلا يوما أو بعض يوم. لكن قال وانظر إلى حمارك، فالحمار عظامه طاخرة بالية، عظامه ميت، والطعام باقي. هذا دليل وبرهان كبير، صح؟ إنه لبث 100 عام، طعامه كما هو، وحماره الذي كان يفترض أن يبقى أبقى من الطعام، الطعام يسرع إليه الفساد، لا، كان الفساد والهلاك للحمار والبقاء للطعام. فهي محل عبرة، كل واحد منهم محل عبرة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك. ثم قال له ولنجعلك آية للناس، يعني أنت بعد هذه المدة الطويلة ستكون آية للناس، لأنهم إذا رأوك وعلموا أنك من الدهر القديم قبل 100 عام فأنت آية. لكن الحمار والطعام لن يراها الناس، هي خبر فقط، خبر. قال ولنجعلك آية للناس
ثم قال له وانظر إلى العظام، يعني الآن سيحيي الله لك الميت وتراه عيانا بيانا. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. وهنا قراءتان، ننشزها وننشرها. ننشزها بمعنى، ما معنى ننشزها؟ النشوز هو الارتفاع، الارتفاع. والمعنى أن النشوز هو الارتفاع، والامرأة الخافت من بعلها نشوزا أي ارتفاعا، واللاتي تخافون نشوزهن أي ارتفاعهن، نشز الطفل أي بلغ وارتفع. فيقول الله عز وجل كيف ننشزها، يعني كيف نأخذ العظم ونركبه على العظم أمام عينك أنت، وننشرها بمعنى نحييها، نحييها وإليه النشور. أنشرنا به بلدة ميتا، فهو هذا هو بمعنى الإحياء. طيب ما الذي تؤديه القراءتان في مثل هذا؟ ما الذي تؤديه القراءتان هنا من معنى السياق في أن الله سيظهر لهذا الذي تعجب واستغرب، سيظهر الله له الإحياء، وأن الله على كل شيء قدير. فأراه الله عز وجل الطعام لم يتغير، وأراه الحمار قد مات، ثم أراه كيف يركب الحمار. أما ينشزها فهذا ظاهر، لأنه يرى العظم يركب على العظم، وهذا فيه إعجاز، وأنه ينظر إلى كيف الله عز وجل يخلق الخلق. فقال ننشزها، ننشرها يعني كيف نحيها، كيف تدب به الحياة. فهو نظر إلى الأمر من أصله، كيف عظم يركب على عظم، ثم نكسوها لحما، ثم يكسوه اللحم وهو ينظر إليه فتدب به الحياة. قال الله عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فقراءة أعلم، من الآمر له؟ الله. وقوله قال أعلم، هذا هو إقرار منه، إقرار منه بذلك. طيب كيف نجمع بين القراءتين؟ كيف نجمع بين القراءتين؟ يعني قال الله له الله اعلم، فهو أقر وقال أعلم أن الله، فكأن الله عز وجل أمره بذلك ثم أقر هو، فأفادتنا القراءتان أن الله أمره فأقر بهذا الأمر، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سمع قال أعلم، أليست تدل على أنه كان يعلم قبل ذلك؟ إيه استعجلت علينا يا شيخ محمد، بس كويس إجابة السؤال. هذا من إجابة السؤال. ها والله اليوم مجولنا شيء يا شيخ، اليوم الجوائز جزاك الله خير يا شيخ. والله أحسن جائزة. أي نعم أحسن جائزة. الله يعطيك. أجل سنكثر لك منها في الدرس يعني، وبعد الدرس الله أعلم ننسى يا شيخ. طيب على كل حال، إذن هنا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فنأتي للسؤال، هل هذا الرجل مؤمن أو كافر؟ الذي يظهر من سياق الآيات أنه مؤمن، والذي يدل عليه هذا سمع أن إبراهيم عليه السلام بعد ذلك يعني طلب نفس الشيء فعله. لا بس مو بنفس الشيء، سنأتي إليه إن شاء الله. لكن أنه مؤمن ولكن يطمئن قلبه. أيوة. كأن هذا الرجل يريد أن يطمئن. طيب كويس ممتاز، هذا برضو نقول جزاك الله خير، تستاهل عليها الجائزة هذه. ثانيا في شيء ثاني أنت قلته تو، خليني بكمل معك أنت. لا ما هو قال أعلم مضارع، قال أعلم وش دلالة الفعل المضارع؟ أيوة. والذي يظهر الله أعلم أن هذا الرجل كان مؤمنا يدل عليه
أنه هنا قال قال أعلم، وأعلم فعل مضارع، وهو يدل على أنه كان يعلم وتجدد له علم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثانيا أن الله عز وجل اعتنى به بهذا الرجل لما سأل قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فسياق القصة أن الله قد اعتنى به ولم يؤنبه ولم وإنما اعتنى به وكأنه أراد منه أن يزيد إيمانه وأن يكون آية للناس ولينجع سم. إن يكون هذا من باب التعجب، من باب التعجب والاستغراب وليس من باب الكفران، مو بحديث نفس، من باب التعجب يعني. لا تكلم هو قال أن، مو بحديث نفس، لا لا لا، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها وليس حديث نفس. سم يدل عليه ثالثا، يدل عليه ثالثا، خلنا نكمل بسرعة ثالثا عشان يدل عليه ثالثا. سم هذه مريم قالت أن أن يكون لي ولد، أو هذا استغراب في محله يعني، ليس هذا استغراب للإحياء والإماتة، أن يكون لي ولد وهي من غير زوج، يعني هذا هو محل استغراب وليس من قدرة الله، لكن أن يأتي الولد من امرأة ليس لها زوج. قال يدل عليه ثالثا أنه كان مؤمنا، أن الله عز وجل كما ذكرنا في أول الدرس قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، وذكرنا أنه أراد أن يقرر هذا فذكر 3 صور. الصورة الأولى لكافر، والثانية لمؤمن والله أعلم لم يبلغ النبوة، والثالث قصة إبراهيم لنبي. فكان هذا هو التدرج والله أعلم، كافر كان ينكر، وهذه الصور 3 في أي شيء موضوعها؟ في الإحياء والإماتة، هذه 3 في الإحياء والإماتة. فالأولى من كافر منكر، والثانية من مؤمن تعجب واستغرب، والثالثة من نبي أراد أن يطمئن قلبه. يكون هذا دلالة السياق والله أعلم. ولذلك هنا كان سؤال هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، وسؤال إبراهيم أرني كيف، وسنأتي إليها الآن إن شاء الله. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم هو أيضا أرأيت إذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام يخاطب ربه فيقول رب أرني، ويخاطبه بالربوبية، رب أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام هنا سأل عن أي شيء؟ عن الكيفية، ما قال أن مثل ذاك الرجل، قال رب أرني، يريد أن يراها عيانا، رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، يسأل الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى، يعني إبراهيم يقول بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. يعني ماذا أراد إبراهيم عليه السلام بهذا الطلب؟ أن يطمئن قلبه. طيب وما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان هو السكون، السكون والقرار، وهو أمر زائد على اليقين، هو أمر زائد عليه. قال ولكن ليطمئن قلبي. فهل كان إبراهيم عليه السلام شاكا في هذا الأمر؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. فهل هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم نفي لشك إبراهيم، أم هو تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وأنه وصف هذه المرتبة التي بين الإيمان والطمأنينة بالشك؟ فقال بعض العلماء إن نبينا صلى الله عليه وسلم وصف ما بين الإيمان والطمأنينة بالشك،
فيوصف بالشك وإن كان لا يخل بالإيمان، وهو شيء يكون نوع، وهو نوع من القلق أو نحوه، لكنه لا يصل إلى الشك. فليس كل قلق واضطراب في قلب المؤمن يكون شكا، بل إن هذا الاضطراب أحيانا وهذا القلق يكون علامة على صريح الإيمان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال وقد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وهي أمور عظيمة تختلج في نفوسهم من هذا الشك الذي لا يقدح في الإيمان. قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هذا نوع من الاضطراب حينما تلتحم الصفوف ويرى ما يحصل بالمؤمنين يختلج عنده شيء، شيء لا يخل بالإيمان، بل هو من الإيمان. كما قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، مع أنه قال قبل ذلك وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهو الذي قال عنهم ذلك يصف بهذا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له شكا ليس هذا مما يخل بالإيمان. وقال بعضهم إنه هو نفي للشك، وعلى كل حال فهو لا يخل بالإيمان، وإنما هو كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي. ولهذا قال العلماء إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرتقي إلى مرتبة في هذا الشأن هي أعلى من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. قالوا فإن مراتب العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو أن يأتيك الخبر فتصدق به وتؤمن به، فهذا هو علم اليقين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا خبر عن النار والجنة، فمعرفتنا بالجنة والنار الآن هو علم اليقين، خبر من الله نؤمن به ونقر به. ولكن في يوم القيامة إذا رأى الناس النار تجر، فماذا يكون هنا؟ عين اليقين، لأنهم رأوها بأبصارهم وهي أعلى من علم اليقين. فإذا دخل أهل النار النار جارنا الله وإياكم منها، ودخل أهل الجنة الجنة فذاقوا أولئك عذابها وذاقوا هؤلاء نعيمها، فهذا هو حق اليقين. قالوا فإبراهيم عليه السلام أراد علم اليقين، أن يرى عين اليقين، أن يرى كيف يحيي الله الموتى بعينه، فاستجاب الله له. قال ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطير. من هنا من الطير، هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ والله يا أخي أنت إن قلت بيانية ليش ما يقول فخذ أربعة طير مثلا، وإن قلت إنها تبعيضية وقال به بعض المفسرين فهو له معنى. وما المعنى فيه؟ لماذا ما صرح بدون؟ يعني شلون؟ يعني فيتني بريد السر من الأوثان. إيه؟ لماذا لم يكن فيتني بريد السر الأوثان؟ رجس الأوثان تقصد؟ أن يقول فيتني بريدس الأوثان. فيه هنا فيه فائدة، فيتني بريدس هم من قال من الأوثان، فنهى عن الرجس عموما ثم قال من الأوثان. لكن هنا قالوا بعضهم بعضية
تبعيضية، وتبعيضية حقيقة لها دلالة. وش هي الدلالة؟ هسم؟ أربعة أنواع من الطير. فهنا لاحظ إبراهيم يقول أرني كيف تحيي الموتى، فلما قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، وكان غرض إبراهيم أن يصل إلى الطمأنينة، فإن الله عز وجل أرشده إلى أمر يحصل به هذا، وهو من جميع الجهات. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. ما معنى فصرهن إليك؟ أي أملهن إليك، أملهن إليك. وقال بعضهم فقطعهن، والذي يظهر وعليه جمع من السلف أن فصرهن أي أملهن إليك، ومعنى أملهن أي أخذهن وتمعن فيهن وانظر إليهن، هذا طائر نوعه كذا وهذا طائر نوعه كذا، على اعتبار أن من تبعيضية، وهذا طائر نوعه كذا، أربعة أنواع، تمل منهن وانظر إليهن ثم قطعهن. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كم جبل؟ من يقول إن أربعة؟ عدد أربع طيور، لكن الجبال ما ندري هن أربعة ولا سبعة ولا أكثر ولا أقل، صح؟ الجبال التي حوله كذلك. المهم إنه يوزعن على جبال، فهو يقطعهن ويخلطهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا، جزء من هذه الطيور المتنوعة على جبل وعلى جبل وعلى جبل، ثم ادعوهن يأتينك ساعيا. فهنا لاحظ إذا قلنا إن من تبعيضية إنه يأخذ أنواع متعددة، ليكون هذا أظهر لإبراهيم عليه السلام في النظر إلى هذا الخلق، فهي أنواع متعددة. ثانيا يصرهن إليه ينظرهن ويتملى منهن بأنواعهن، ثم يقطعهن ويجعلهن على جبال، ما هو في أماكن قريبة، هنا على جبال، جبال، هذا على جبل وهذا على جبل، كل واحد في ناحية، وهو يستطيع أن يصنع أن يجعلهن قريب قريب. لا، الله أراد أن يقرر عنده، وهذا أشد القرار أو التقرير. فقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه الجبال احنا ما ندري كم عددها، وهذه الطير نوعها ما يهم من نوعها، لكن الذي يهم من إبراهيم هم من إبراهيم عليه السلام جمعهن وتملى منهن ثم قطعهن. العدد أربعة، هل هو له سر؟ له سر العدد أربعة؟ أربعة من الطير ما نعلم أنه سرا ولا يلزم، هذه قضية عين. فخذ أربعة من الطير أمره الله بها فصرهن إليه ثم اجعل كل جبل ثم ادعوهن يأتينك سعيا، وقال ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يأتينك يأتين إليك كما كنت تمليت منهن، وصص صارهن إليه وتملى منهن ونظر إليهن أحياء ثم قطعها، يأتينه على الصفة التي قد جمعهن إليه وتملاهن. هم كما تملاهن ورأى أشباه هذه وهذه وهذه من أنواع متعددة تأتيه كما كانت قبل، وأعلم أن الله عزيز حكيم. طيب هنا ختم عزيز، ما معنى عزيز؟ عزيز لا يقهر ولا يغالب، حكيم يضع كل شيء في موضعه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.